الكيس بالإيد والعشرة بالمطمر. كيف بتحصل على هيدا الكيس؟ هيني بس تعبي غراضك بالسوبر ماركت، رفوض كيس النايلون وطلوب كيس للاستخدام المتكرر. تعرف شو فيك تعمل بكيس واحد؟ فيك تجيب غراض السوبر ماركت وشوية خضرة وتتناول كم ساندويتش فرنجي وغرضين من الصيدلية، حتى فيك تمرق حماتك تاخد زوادة الجمعة. بكيس واحد فيها كل عائلة لبنانية تخفف استهلاك كيس النايلون من 1400 كيس سنوياً لثلاثة أو أربعة كيس. شو يعني؟ يعني بسنة واحدة بيئة لبنان بتتحسن حوالي 400 مرة من ناحية التلوث الناتج عن النايلون. ما توفر كياسك كرمال حدا، وفرن كرمالك. الحملة الوطنية للحد من استعمال كياس النايلون.